السلام عليكم يا أبنائي، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. اليوم سنتحدث عن نشيد جديد، ألا وهو نشيد أصحاب في القلب. وفي هذا النشيد يوضح لنا الشاعر أهمية الصداقة في حياتنا، فقد يكون لنا أصدقاء من البيت أو من المدرسة أو من النادي، ويجب أن نسأل عليهم دائما إذا مرضوا وإن غابوا عنا. ويقول أن ما يجمعنا معهم هي المحبة والمدرسة والألعاب، وهم دائما في قلوبنا. دعونا الآن نقرأ هذا النشيد. لنا في الحي أصحاب، وهم في القلب أحباب، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا، فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب. لنا في الحي أصحاب، وهم في القلب أحباب. والآن سوف نجيب على بعض الأسئلة الخاصة بالنشيد. ما عنوان النشيد؟ أصحاب في القلب. ما عنوان النشيد؟ أصحاب في القلب. من لنا في الحي؟ أصحاب. من لنا في الحي؟ أصحاب. ماذا نفعل مع الأصحاب؟ نسأل عنهم دوما. ماذا نفعل مع الأصحاب؟ نسأل عنهم دوما. متى نسأل عن الأصحاب؟ إذا مرضوا وإن غابوا. متى نسأل عن الأصحاب؟ إذا مرضوا وإن غابوا. ما الذي يجمعنا بالأصحاب؟ المحبة والمدرسة والألعاب. ما الذي يجمعنا بالأصحاب؟ المحبة والمدرسة والألعاب. والآن سوف أوضح لكم بعض المفردات. معنى دوما باستمرار. معنى دوما باستمرار. معنى أصحاب أصدقاء. معنى أصحاب أصدقاء. عكس أصحاب أعداء. عكس أصحاب أعداء. عكس غابوا حضروا. عكس غابوا حضروا. عكس أحباب أعداء. عكس أحباب أعداء. مفرد أصحاب صاحب. مفرد أصحاب صاحب. مفرد أحباب حبيب. مفرد أحباب حبيب. مفرد ألعاب لعبة. مفرد ألعاب لعبة. جمع الحي الأحياء. جمع الحي الأحياء. جمع قلب قلوب. جمع قلب قلوب. جمع مدرسة مدارس. جمع مدرسة مدارس. والآن وقت الأوزان. أصحاب على وزن ألعاب. على وزن أحباب. أصحاب ألعاب أحباب. والآن سوف نتناول النشيد مع بعض الظواهر اللغوية ومع أنواع الكلمة. كلمة أصحاب، نوع الكلمة اسم وبها مد بالألف، والحرف الممدود هو الحاء. في حرف جر. القلب، نوع الكلمة اسم والكلمة بها لام قمرية. لنا بها مد بالألف، والحرف الممدود هو النون. كلمة الحي، نوع الكلمة اسم وبها لام قمرية. أحباب، مد بالألف، والحرف الممدود هو الباء. نسأل، نوع الكلمة فعل.
ونوع الفعل فعل مضارع، دوما نوع الكلمة اسم، مرضوا نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل ماضي، غابوا نوع الكلمة فعل ونوع الفعل ماضي، مدرسة نوع الكلمة اسم، ألعاب الكلمة بها مد بالألف والحرف الممدود هو العين. السلام عليكم.